فدرالية منتجي الحليب والمنتوجات الفلاحية اليوم، واللي شارك فيها العديد ديال الفلاحة أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. أبلغتنا السلطات المحلية أنها خوفا على صحة وسلامة المواطنين وليس منعا عن الوقفة، فاحنا اليوم كنبلغوا رئيس الحكومة وكنبلغوا السيد وزير الفلاحة وكذلك الشعب المغربي، احنا هذه الوقفة رسالة بغينا نبلغوها للناس المشاكل اللي كنعانيوها من خلال غلاء الأعلاف، أن الفلاح ما بقاش قادر على الزيادة ديال 90 سنتيم ديال الأعلاف، وعدم زيادة في ثمن الحليب اللي هي مستقرة من عدد سنين، وحنا كنعرفوا بأن الفلاحة هاد الزيادة اللي غتزاد ديال درهم يعني غتزاد على المستهلك 40 درهم في السنة، يعني إلا قسمتي على 350 يوم مغاديش توصل حتى 0.10 سنتيم، وهذه الزيادة زهيدة وضعيفة ولكن غتحل عدة مشاكل، غادي يقدر الفلاح يحافظ على هذا القطيع. اما اذا كان غادي يعول الشعب وحكومه وزير على الفلاح انه غينقض القطيع، راه ما يمكنش الفلاح بوحدو نقضو، راه ما يمكنش، خاصه مع هذه السنه ديال الجفاف والربيع ما كاينش والعلف، راه ما قادرش الفلاح، وراه البهيم غيبداو يتباعوا، وراه حنا خوف على البلاد ديالنا، خاص المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هذه الرساله اللي كان رحنا ما جينا الا نوصلوا هذه الرساله باش يسمعها الجميع. وشكرا.